طيب، عاملين ايه؟ اهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهارده بقى هنعمل الصابون البلدي. اسالي كده امهاتنا واجدادنا هيقولوا لك ان هم زمان ما كانوش بيستغنوا عنه ابدا في التنظيف، وهو طريقته سهله جدا جدا في البيت. انا هنا بقى معاكم ان شاء الله هوريكم طريقه نعمله ازاي بمنتهى البساطه. هنا كده بجرب لكم كده في اول الفيديو. انا معايا براد، هو فيه دهون وفيه بقع. هو الصابون البلدي ده بيبقى حلو جدا في الاستانلس وفي الالومنيوم، وزمان يعني كانوا بيبشروه كده بالمبشرة ويستعملوه زي الاريال. لو عندك هدوم بيضة فيها بقع صعبة جدا ومش عايزة تطلع، بجد اعمليها كده بالصابون هتلاقيها طلعت بسهولة جدا. وبالنسبة للستانلس والبوتاجاز بجد بيخليه بيلمع زي المراية، فليه استعمالات حلوة جدا. وطبعا ممكن انت تعملي الصابون من الزيت اللي احنا بنقلي فيه وبنحمره، تصفيه وتحوشيه عندك في ازازة وتبدأي بقى تعمليه بمنتهى السهولة. انا هنا دعكت البراد، بجد كان عليه دهون وكان فيه حاجات كده مش راضية تطلع بالبريل ولا بالباور، والله دعكته بجد نضف جدا وبقى بيلمع في منتهى النظافة. شايفين بقى بيلمع ازاي؟ يلا بقى نسمي الليه ونشوف انا عملت الصابون ازاي ومقاديره ايه. هجيب بقى معايا كده علبة فاضية وهجيب معلقة خشب، واول حاجة هنا معايا نص كوباية من البوتاس. البوتاس ده طبعا تقدري تجيبيه من عند اي بتاع منظفات تقولي له عايزه بوتاس. طبعا انت ممكن تعملي كميه اكتر من اللي انا هعملها. انا هعمل كميه النهارده هتطلع لي 10 صابونات. دلوقتي ضفت عليه على البوتاس كوبايه الا ربع من الميه وببتدي بقى اقلب فيه. اهم حاجه في موضوع الصابون ده التقليب، ان هو بيحتاج يعني فتره كده من التقليب. انت ممكن تقلبيه كل شويه وتسيبيه، تقلبيه 5 دقايق وتسيبيه مش هيحصل له حاجه وترجعي تقلبيه تاني. هنا بيبتدي كده ان هو يطلع سخونه وابخره وتفاعلات، فانت ما تضيفيش عليه حاجه، تقلبيه وتسيبيه يهدى. وبعد كده بقى هنبتدي نضيف عليه بقيه الاضافات. هتحطي عليه ربع كوبايه من الخل، وممكن تضيفي عليه برضو او ليمون زي ما انت عايزه. انا هنا ضفت ربع كوبايه من الخل، وممكن تستعملي الزيت المستعمل او الزيت العادي بتاع التموين او اي زيت يعني بنشتريه من السوبر ماركت. انا هنا هضيف 3 كوبايات ونص من الزيت. وطبعا زي ما قلت لكم انت ممكن تكوني مثلا بتحمري فراخ، بتحمري حاجه وتصفي الزيت وتستعمليه عادي جدا، مش هيبقى فيه اي ريحه ولا اي حاجه، الريحه هتطير منه. وطبعا البوتاس وكل الحاجات اللي بتتحط عليه. وطبعا الصابون لما بقى بيقعد فتره وبيتصبن ما بيبقاش فيه اي حاجه. بس زي ما انت حابه، عايزه تعملي الزيت المستعمل او الجديد. وهنا كده بضيف كده معلقتين من الاوكسي جيل او البرسيل الجيل، اي حاجة من الحاجات دي. اولا بتزود لك الرغوة شوية وبتدي ريحة حلوة، وكمان عشان ايديك يعني، والبوتاس طبعا. انا ضفت هنا كده 2 معلقة حابة تزودي براحتك خالص، هو بيدي ريحة طبعا. وبرده التقليب ما تخافيش خالص، هو في الاول بيبقى سايل كده وبياخد وقت شوية في التقليب لحد ما بيوصل للقوام ده، بيبتدي لونه يفتح كده وريحته تتغير ويبقى عامل زي قوام البشاميل. جبت هنا كده علبة فاضية، اي علبة او كرتونة او صينية، وتفرشي فيها كيس طبعا عشان تقدري ان انت تطلعي الصابون منها، وتحاولي تفردي الكيس كويس عشان ما يعملش اي تنايات او تكسير في القالب بتاع الصابون بتاعك. ونزلت كده كمية الصابون اللي معايا في القالب بالشكل ده كده، وبخبط فيه كده عشان افرده معايا، وتسيبيه على الاقل 4 ساعات على جنب هينشف ويبتدي يتماسك. وبعد كده بقى نقطعه. بعد ال4 ساعات ما عدوا شكله بقى كده، شايفين لونه افتح والقوام بتاعه اتماسك. طبعا ما ينفعش تسيبيه اكتر من كده عشان يعني تقطعيه الاول، لان يعني لو سبتيه مش هتعرفي تقطعيه بعد كده. فهنا بقى تقطعيه زي ما انت عايزه بشكل مستطيل او مربعات زي الصابون كده اللي بنشتريه. انا هنا هقطعه كده مربعات وطلع لي تقريبا حوالي 10 او 12 صابونة. وطبعا كل ده من نص كوباية بوتاس وثلاث كوبايات ونص من الزيت. ممكن يكون زي ما قلت لكم زيت مستعمل اصلا كنت هترميه، يعني مش مكلف خالص، وبجد فوائده واستعمالاته حلوة جدا في المطبخ
او في مره مثلا كنت عايزه تغسلي وما كانش عندك اريال، ممكن تبشري الصابونه دي وتحطيها، بجد نتيجتها ومفعولها هيبقى حلو جدا في الغساله. هنا بقى اقطعها، ولازم ان انت بقى تسيبيها وتركنيها شويه عشان تنشف، ويفضل ان انت ما تستعمليهاش قبل شهر، لان كل ما بتسيبيها بيكون يعني احسن عشان البوتاس يعني ما يبقاش يعني مفعوله وحش على ايديكي. تسيبيها فتره وبعد كده ترجعي تستعمليها ان شاء الله، وبجد فوائدها حلوه. وبكده بقى هدي شكلها اهو. وبكده بقى وصلت لنهاية الفيديو بتاعي، اتمنى اكون يعني قدمت لكم الفيديو بطريقة حلوة تعجبكم، وياريت بقى ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.